كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم خوتي. بلي هاد السيد هذا راه ماشي من زايله، باش تعرف واش اللي كاينه. هاد السيد هذا راه جا من طنجة، وحنا راه والدولة قالت بلي راه حتى واحد ما يمشي عند العائلة ديالو ولا شي حاجة باش ما يطورش هاد الفيروس من المدن اللي ما فيهاش. صدق هاد خانا هذا جا عند هاد الناس سلم عليهم. صدق هذا واحد السيد دابا راه دايرين تحت الحجز الصحي. دابا راه شنو نقول لك، دابا الحومه تبلبلت يعني. حتى واحد كان ام مخزن كيعيا طالع من هنايا، حتى الدراري الله يهديهم، ماشي نقولوا حتى الدراري كيبقاو خارجين اللاعبين الله يهديهم. دابا نتوما كساكن هاد البلاصه وليتو مخلوعين يعني. عاد حنايا عندنا الوالدين ديالنا، عندنا خوتنا راه كنخافوا عليهم، ماشي يعني حنا الدنيا هانيه ما عندناش مشكل، ولكن الوالدين ديالنا وخوتنا خافوا. ضروري ما نخافوا عليه. هادشي انت كتشوف خانا جا من طنجة خدام في كابلاج، جا عند مراتو هنايا وعي هارب، ما جاش في شي حاجه في شي ترامبيه وداز على المخزن ولا شي، عي هارب جا ادانا هنا. كنا كنهودو كنخدمو كنفرحو لوالدينا والناس كاملين هما كيخدمو، كلشي كان خدام كلشي كان فرحان. حنا دخينا خدام في كابلاج وما عندوش حتى ورقه باش يدوز البازيل، حنا عندو الطوموبيل هو اللي جابو معانا وجا عاد نسابو، ملي تخلق فيه راه عوتو البونسيات داتو وجابو فيه الحاله بصح. خلاهمش يخرجوا فهمتي، حتى يتاكدوا من مزيان. صافي راه جات الباشا، جات السلطه، جا كلشي. البازيلة ما فيها حتى حاله، دابا هذا خدام في كابلاج هو اللي طلع فيها هادشي فهمتيني. هذا خدام في الشركه، كيفاش خلاه حتى داز من الغراج؟ شي واحد جابو عنده الطوموبيل هو اللي سلكو. عرفوا شي ماشي سام الحي ديالنا يعني، هادشي هذا جا غافله فهمتي. شنو الاحساس ديالكم بعد ما سمعتوا الخبر؟ حتى يعني كتشوف اخويا، شفت الناس كامله تخوف اللي عندها فهمتي. الناس متخوفين من هادشي هذا، وحنا الحمد لله ما كان عندنا والو يعني تخلعت. ايوا هادشي ما كاين اخا، ولا جات مع عبد الله مرحبا به. وشنو لهاد العائله كتعرفوهم نتوما شخصيا؟ هاد العائله كنعرفوهم، ولكن ديك خانا اللي جانا عند هنايا ما كنعرفوش حنا، كان النسب ديالهم ما عرفناش يعني، ما نقدرش نديك شي حاجه متاكد فيها يعني. داو العائلة كاملة داوها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.